هستخدم الماسك اللي عملناه أمس، هحطه في وجهي لمدة 10 دقائق وبعدين أغسله. يعني والله يا بنات، يعني من أول استخدام تحسوا بفرق مو طبيعي. اللي ما هي ناوية تسويه أقول لها سويه، سويه وأدعي لي. ورائع رائع رائع للبشرة الدهنية، مو رائع، ما أدري شو أقول لكم، بس فظيع بنات، من جد حقيقي مرة فظيع. البشرة الجافة إذا بتسويه لا، يعني لا تكثري، يعني لا تحطي كمية كبيرة ولا تستخدميه يوميا، بس البشرة الدهنية لا، استخدميه كل يوم أول ما تصحي الصباح.